هلا بنات، شلونكم؟ شنو اخباركم؟ اليوم الفيديو الاول على قناتي، ياي. اليوم هو الفيديو اللي يتكلم عن تتعرفون علي، وهمينه يتكلم عن تتعرفون عن قناتي. فهسه خلينا نبدي. اول شيء راح تتعرفون على قناتي، يا قناتي هي اسمها اللي يشوفها اسمها مريم بسيم، بس بالصورة اسمها هاشتاج MM مهتلات. هو هذا الاسم هو اسم قناتي، اني اشوفه اصلا من اللي يتغير. فبليز اللي يعرف انه يقول لي شلون اغيره، لانه يعني عادي مريم بسيم، ويعني اسم قناتي اللي يشوفه هي سحراح يظهر على الشاشة. ف هسه هي قناتي شنو تتبع او شنو تتبع فيديوهات؟ اول شي حتتبع عن المانيكير، ثاني شي حتتبع عن المطاط، اشغال المطاط، وثالث شي مثلا مشترياتي او شغلات ثانية يعني، واي شغلة تريدوها ان اصورياكم قولوا لي بكومنت. هسه يعني هذا كل الحكي اريد احكي لكم يعني تتعرفون عن قناتي. هسه راح تتعرفون عني. انا شنو اسمي؟ مريم. مريم بين اصلا من اسم القناة، مريم بسيم فمريم. فيعني مريم. اني كم عمري؟ 11 سنة. اني من العراق، بغداد، واكيد انتو راح تعرفون انه اني من العراق. يعني أنا من العراق، عايشة بالعراق. فيعني هذا هو التعرف عني، وهذا كل شيء أريد أحكيكم بهذا الفيديو. إن شاء الله عجبكم الفيديو. إذا عجبكم الفيديو سبسكرايب ولايك ومفضلة. باي حبيبي.